عزيز عليكم الفول جربوه بهالطريقه كيجي كيحمق، هذا وقته وطري، وبهالطريقه هذه كيجي رائع جدا. فمشيت عند الخضار ولقيت هكذا الفول طري، قلت لي ما لا ما نحضروش ونتقاسموا معكم، كيجي بنين بزاف مشرمل بواحد الطريقه ما تشبعوش منه. فاول خطوه الفول ضروري خاصو يكون طري، يعني هكا اللون ديالو فاتح يكون شارف. اذا كانوا يعني هكا الفول عمرو يعني وصبحوا يعني صالح للتقشر، ديروهم مقشرين، غتشدوا الفول وتقشروه عادي، تخلصوا من القشره. بالحق اذا كانوا طريين هكذا وباقيين راخصين فغديروا بهذه الطريقه، راه كيجي بنين بزاف. كنشد الفول كنقيه هكا من تحت ومن الفوق، نحيد له داك الخيط اللي كيبانوا لي هكا يعني شارفين، كنحيدهم، نقطعوا هكا على كيف كتلاحظوا في الفيديو، ونغسلوا مزيان، نوضعوه في طنجره الضغط. تقدروا ديروه في الكوكوت تربحوا الوقت، او ديروه يتفور. انا شديته درته في كوكوت وغادي ندير عليه واحد طريف ديال الحامض او الحامض مخلع، كيجي بنين هكذا مع هذا الفول اللي مشرمل. غادي ندير واحد نص كاس ديال الماء، غير كميه قليله ديال الماء، ديروا غير شويه. هاد الماء في الاخر ما غاديش نصيبوه، يعني ينشف عليه، ديروا غير قياس نص كاس. قفلت الطنجره الضغط ودرت الصفاره، وغادي نخليه تقريبا واحد نص ساعه. من بعد غادي نجيبوا جوج حبات ديال المطيشه وغادي ندوزهم في الحكاكه. اذا بغيتوا ديروا مطيشه جاهزه ممكن ديروا، اولا الصلصه ديال البيتزا تقدروا ديروها بدل مطيشه اللي طريه، ولكن ننصحكم ديروها هكذا مطيشه طريه. شدوا جوج حبات وحكوهم. بالنسبه للكميه ديال الفول درت انا كيلو صافي. من بعد ما نحك مطيشه غادي نديرو هنايا الثوم والقزبر ومعدنوس. فانا كنت حضرتهم معكم هكذا، انا نقول لكم شفويين. اذا ما كانش عندكم هاد التخليطه غادي تشدوا، غديروا قزبر ومعدنوس، ثومه، وعندي الحار معهم الحار، وشويه ديال الزعتر، ورقه سيدنا موسى اختياريه، والزعتر عزيز عليكم الطعم، ديروا واحد الحكيكه راه كيجي مزيون فهاد الشرموله. غادي نزيد معلقه ديال الكمون، معلقه ما عمرهاش بالفلفل الاحمر باش ما تعطينيش اللون بزاف، بغيت اللون غير شويه، ورشيشه ديال الابزار. تقدروا تعوضوها بالحار. غادي نخلط واحد التخليطه خفيفه ونزيد زيت الزيتون والملح. بالنسبه للملح انا ما غتلاحظوني ما درتش، لان داك الرويع اللي عندي فيه الملح، ومع درت الحامض مصير مع الفول، لهذا ما درتش الملح. نتوما الا قطعتوا الربيع وما كانش عندكم فيه الملح ضروري غديروا الملح. كنشحروا داك الشرموله حتى كتشحر، ومن بعد الفول نص ساعه كيكون صباح طايب مزيان. غادي نضيفوا على داك الشرموله اللي شحرنا، وغادي نبدا نحرك بهذا الشكل. وانا تقدروا غير تشحروهم يبقاو هكاك الشكل ديالهم باين، او تمعسوهم بهذا الشكل. انا كنمعسهم كيجيو واعرين وكيتشربوا مزيان داك الشرموله ديال الثومه والربيع والتوابل اللي عملنا، ما نقول لكم شي على رائحه. وانتم كتشحروا صافي، من بعد ما كيتشحروا مزيان صافي كنقدموهم على هذا الشكل، كيجيو رائعين جدا. نقدر نقول لكم المنظر يعني كيبانوا عاديين، وكيصدقوني الطعم رائع. ومن الفوق زدت هكا واحد التزيين خفيف بداك القزبر ومعدنوس مع الثومه اللي عندي مرقدين، ديك التخليطه العجيبه اللي كتعطي واحد البنه للطياب ما تصوروهاش. ودابا ما بقى لي غير نقول لكم جربوهم كيجيو لذادين بزاف.